أنا شايف إنه المرحلة اللي أمامنا من الآن لنهاية السنة مهمة جدا، ومرات بستغرب من المنظرين إنه هل إنه في جدية بالنسبة لخرطة الطريق بالنسبة للإصلاح السياسي. لازم يكون واضح للجميع إنه نحن مصرين بالنسبة للإصلاح السياسي، وأنا بشتغل بكل جدية حتى أشوف انتخابات النيابية نهاية 2012. فأمامنا شغل كثير. المرحلة مهمة جدا بالنسبة للتعاون مع الحكومة على قانون الأحزاب، قانون الانتخاب ومحكمة الدستورية. كل الشغل اللي عملناه خلال هذا السنة، تعديلات الدستور، القوانين المختلفة، وكل الجهد اللي كان أمام الحكومات وأمامكم، بالنهاية كله حكي فاضي إذا ما بيصير انتخابات. يعني المواطن بيستنى يشوف إنه هل راح يصير انتخابات ولا ما راح يصير. وأنا بدي أقول للجميع من الآن إنه راح يصير ب 2012 انتخابات نيابية، فمطلوب منكم إنه تساعدونا بهذه المرحلة. التعاون مع الحكومة مهم جدا، وفي إجراءات لازم تسرعوا فيها مع الحكومة. وبالنهاية نحن عندنا فرصة تاريخية أمام الجميع إنه نسجل مستقبل الأردن بهذا السنة.